بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كل عوائلنا اللي جاي يشاهدونا، وحلقة جديدة من برنامج منشد العراق الموسم السادس، وما زلنا في مرحلة المواجهة، واليوم المواجهة ضمن فريق الأخ العزيز محمد الحلفي. ما يملكه هذا الفريق من أصوات رخيمة، أصوات كبيرة، وراح أقول الله يساعدك يا محمد الحلفي بداية الحلقة على الأصوات اللي موجودة داخل الفريق، وشلون راح تقدر تميز بين جمال صوت وصوت آخر. كل التوفيق للمتسابقين اللي راح يتأهلون ويانا باسمكم. أحب أرحب باللجنة الحاضرة ويانا، وأبدأ بالأخ العزيز ضيفنا من الكويت الملا علي مهدي. اهلا وسهلا، يخليك ربي يا حبيبي، وكل عام وانت بخير. الله يبارك فيك، ورمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم. بعد احنا ماكو ضيف. كذلك الشيخ المفوه القارئ الدولي، عفوا، العزيز جدا الشيخ ميثم التمار. اعزك الله وابقاك اخي، الله يحفظك، ونتمنى كل التوفيق للاخوه المتبارين، ونسال الله ان يكون بعون اخينا وعزيزنا محمد على الفصل بينهم ان شاء الله. ان شاء الله. كذلك الملا محمد الحلفي، اهلا ومرحبا حبيبي الغالي، الله يوفقك ويديمك. علي مهدي بعد مو ضيف، نعم بعد هو صار من اهل الدار، الضيف يوم يومين. هذا من طيب اصلك يا ملا، انت بعد صرت واحد منا وبينا، هذا من متعودنا عليك طيله الطيب. هذا الشهر الله يديمك ان شاء الله، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله جميعا. نعم اعزائنا المشاهدين، علي مهدي مو ضيف، ها نحن الضيوف، وهو ربه رب المنزل. اها نعم. شكرا جزيلا، استغفر الله شيخنا العزيز. الله يحفظك. نبدا فريق محمد الحلفي بالبراعم. يا الله، ها ما شاء الله، مواجهه ثلاثيه الابعاد. من المتسابق علي محمد الاسدي من كربلاء يتنافس مع المتسابق سجاد غانم من النجف الاشرف، كذلك المتسابق مجتبى رحيم من بغداد. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. يا موتى ما عندي سوى دمعي وإحساسي. ما شاء الله. ارجع فما في الجسم روح وأنفاسي، روحي بيض الطف بين المصرعين ما بين عباس وما بين الحسين، ما بين عباس وما بين الحسين. لو تريدي الروح يا شفي المنية دوري عليها براضي الغضرية، مرت القاها بثر خيمة رقية، مرت القاها على تل الزينبية، ومرت القاها على تل الزينبية، إن لم تجد شيئا فصوت النهر ناداها، اذهب لشاط الماء حتما سوف تلقاها، الشوق يحدوها ودمع المقلتين ما بين عباس وما بين الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. علي محمد الأسدي. السلام عليكم اللجنة الكريمة ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وليدي.
إن شئتم أن نبتدئ اسمعونا صلاة تليق بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا بابا يلا. سجاد لو مجتبى مجتبى رحيم مجتبى بالخيمة لا تحجون وتفز الأحلام ايه عبد الله ما مذبوح من التعب نايم اسم الله وعلي حضره عن لا يفيز نحره اسم الله وعلي حضره عن لا يفيز نحره بالخيمة لا تحجون وتفز الأحلام عبد الله ما مذبوح من التعب نام اسم الله وعلي حضره علا يفيز نحره ساعدني اسم الله وعلي حضره كملوا لي يفيز نحره الله ما شاء الله صلى على الله محمد وآل محمد هلا 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 محمد وآل محمد يلا اسمك انت وليدي ايش اسمك سجاد غانم سجاد من وين سجاد غانم نجف الاشرف موفق ان شاء الله يا الله هلا الاسم مجتبى رحيم المحافظة بغداد العمر 13 سنة يلا حبيبي حياك الله كل العمر في خدمة المسلمين إن شاء الله أول ما نبدأ بالقصيدة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رايحات أجمل ليالي غاليات ترسن مجالسنا عطور وياي خلصني بسرعة الليالي يا حرامات كلها تشهد ماكو أحلى من العزات من العزات عام
العزات ما تكفي دموعي اشوفي ثلاث روايات ما تكفي دموعي اشوفي ثلاث روايات واضحات والفاطمة بين ذكور غاليات ترسن مجالسنا عطور. عفية 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 يا خدمة الحسين الأصوات الكبيرة حياكم الله يا هلا. طونو بوسة طونو بوسة بعد عمك طونو بوسة حبيبي. شنو هالإبداع شنو الأصوات الحلوة ساعد الله قلبك أبو فضة حبيبي. يعني أداء كبير صراحة. نعم ملا علي أكو ملاحظة بين هؤلاء الأسود الثلاث؟ يعني أنا الشباب الصغار ما أحب أعطيهم ملاحظات وكذا. نعم. يعني الله يوفقهم جميعا رحم الله والديك كل التوفيق. شيخنا العزيز شيخ ميثم يعني علي محمد علاوي علي محمد الأسدي اي وسجاد سجاد غانم سجاد غانم ومجتبى رحيم مجتبى رحيم. علي محمد يعني قتل نفسه بالأداء واستعرض علينا بصوته وما أعرف راح منا وإجا منا ما شفنا من عدة شيء. وسجاد كان يريد يؤدي يعني أداء مال لطمية أو منبر وحاول قاتل ما شفته وصل للمرام يعني اللي يريده. إيه اما مجتبى قرى نص القصيده وتشسع النص. فانا اشوف من وجهه نظري انه يكون ابو فضه ثلاثه هم يختارهم يكون افضل. يعني هذا رايي يعني شيخنا. نعتذر منكم شيخنا تكفى لا غير هالحكي تكفى ليش غير يا اخي رايي هو غير كل واحد يطرح رايه طبعا. شكرا شيخ ميثم على راس. نعتذر منكم طبعا ما قدرتوا شو يضحكون يعني شو ما مقتنعين التو والله ما ادري وما يدرون بيك انت منصف يعني مستحيل يعني هسه خلي نرجع فيدباك نسوي فيدباك يلا اي خلي نرجع نعم. علي محمد الاسدي ادى اداء اكبر من عمره ب 150 سنه اي والله صحيح زين رد الدم بوجهه هسه اي اما سجاد فادى اداء منبري متقن واحساس ياخذ بشغاف القلوب اي والله الحلوه بهم شيخ ويشنف الاذان الحلوه بهم ممكن تتعلق على علي من المدرسه الكربلائيه ومجتبى من المدرسه النجفيه. انا يعني كل المدارس احبها يشهد الله وما عندي فرق بين المدرسه وكل وحده لها مميزاتها طبعا. لكن احنا لان الاداء اللي امامنا يعني نعم. مدارس عظيمه. واما مجتبى رحيم فمجتبى يقرا ويعني هو ينعجن ويا الكلمات ويا اللحن يتحرك وايد نعم هو ينعجن ينعجن هو يعني يعيش بغير عالم ما له شغل بالجمهور جمهوره ورق ما ادري منو يلطمون ما يلطمون يبكون ما يبكون يبكون ما يبكون وهو هذا يعني جزء من مميزات الرادود الجميل. اتمنى لكم كل التوفيق. شكرا كل التوفيق شكرا من علي. القرار القرار لك اكيد يا محمد الحلفي. انا بخدمتهم ان شاء الله ولا تعبهم ارجوك. لا لا ما تعبهم أيوة. مثل ما قال شيخ ميثم التمار انه ثلاثه هم راح اقدر اختار اي واحد بيهم لانه عندي يعني معتمد على الاخوه الكبار يعني عرفت شلون معتمد اطلع منهم يعني 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 معتمد على الكبار اطلع من الكبار واخلي البراء مثالتهم يصعدون جاي للحلقه الجايه ان شاء الله. اذن علي محمد الاسدي وسجاد غانم ومجتبى رحيم تاهلتوا ثلاثتكم للمرحله اللي قبل النهائي ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم باسم الامام الحسين لان اديتوا صح كل التوفيق لكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. باقي ان شاء الله توقفون للصبح. الف سلام الف سلام الله يحفظكم ان شاء الله. ورود ورود شكرا جزيلا والله العظيم يعني صدق فاكهه الحلقه وفاكهه البرنامج يعني هاي الفتيه شيخنا الله يحفظك. البراعم لهم نكهه خاصه اي والله
خاصة من تنصب عليهم شيخنا. أداء فطري. أنا محمد راديب ترى. خطية. أي وش راح فلت. بس خو مو تقولون الشيخ ما يعرف يمثل. لا شلون؟ خو جدية كانت القضية. عم فاندام خلي أخذ راحتي. يا الله. أعزائنا المشاهدين ابتسامة خير وبركة عليكم، أكيد أنتم جاي تبتسمون. والله هذه الابتسامة هي ابتسامة فرحة بهؤلاء. نعم. الورود اللي يخدمون سيد الشهداء. أكيد. وإلا العبرة هيجي خانق صدورنا. أكيد والله. بالقرآن. أكيد أداء كبير كان لهم. أيوة. مثل ما تفضلت أكبر من أعمارهم. أي أيوة. والله. مستمرين وياكم والآن نستمع للمتسابق حسين حسام. أي. يتبارى مع المتسابق عبد الله حسين. لا أدري. نعم. من الذي يدعونه سر الحياة؟ لا أدري. ما شاء الله. أنا الفرات أم ترى أنت الفرات يا سيد الماء النهر هل يروى من النهر؟ ما شاء الله ما شاء الله. يا سيد الماء الذي يجري النهر وقت الظهر يوم العطش وقت الظهر شفتك نهار صعيد مهر شفتك نهار صعيد مهر يا الجنة كل ما يا الجنة كل ما وجروفي حقها تشتبي وجروفي حقها تشتبي ثنيناتنا نفس الوجه نتشابه واي نتشابه واي خذني أسيرا سيدي وارجع إلى الخيام لزينب صبرها عليهما السلام خذ عمري لقربة مرسومة فوق السحاب واجعله لو ثانية عند الرباب إني أنا المحتاج ذو الفقر النهر اليروى ما شاء الله تبارك الله موفق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا صبور نبتعيد
الوالدة وأنا طبعي الوريد عايش على الندى أم قبلة والية توجه علي شوفتها وحكيها أم قبلة وانية توجه عليها أحلى ما بالدنيا شوفتها وحكيها هم كله يروح من لمسة ايديها رحمة الله ورفته موجودة بيها رحمة الله ورفته موجودة بيها ما أظن باللحيد تهجع الفاقدة وأنا طابعي الوريد طيب الله أنفاسكم موفقين إن شاء الله في سجل حسناتكم أبارك لكم هذا الأداء الجميل شكرا لكم نعم ولا علي آخ الأخ شنو اسمه عبد الله حسين والثاني حسين حسام حسين عبد الله طبعا أفكار الأداء اللي خلاها جميلة جدا ولكن مو متمكن منها نغماته شوية مو مستقرة الصوت مكتوم أحسه قاعد يتصنع في إخراج صوته وحسين هم أيضا جميل بس الكاريزما مالت اللي واقف ومالت الرادود شوية يحتاج لها أكثر في شوية نشاز بسيط في كم مكان وبس يعني هذه الملاحظات اللي عندي أحسنت نعم شيخنا العزيز أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله كل التوفيق القصيدة اللي اختارها اسمها كنسا عبد الله يعني أكبر من إمكاناته هو أداها لكن بصعوبة كان يحتاج أن يختار لحن أقل حتى تكون تظهر إمكاناته أكثر ليش ظلم هو متمكن لكن هذه القصيدة أكبر من إمكاناته وهذا ما يضر يعني أما وليدي الله يحفظه يعني يحتاج إلى شو أقول خبرة كافية حتى يؤدي قصائد الإحساس بحرفية أكبر إن شاء الله هكذا أقول أتمنى لكم التوفيق القرار لك يا محمد الحلفي وأنت أكيد أصعب قرار ما شاء الله الأصوات كلها يعني أغلبها في فريقك يعني قوية فراح تحتار هواي جاينك واي اصوات نعم هو استعدي شخص ان شاء الله نعم بالعكس انا اثنيناتهم ادوا الصراحه ولكن عبد الله نعم ادى اداء مجلس نعم ب بعض الملاحظات يتأهل معنا حسين حسام صوت مليء بالاحساس ولكن انا اثنيناتهم اصعدهم ما يصير ما نقبل احنا صعدنا ثلاث براعم انا سحبوا اثنين من فريقي لانه وين راحوا رجعوا لاهلهم صارت عندهم حالات ورجعوا ولكن انتم كل من 10 انا 8 فريق محتاجين شيء هم المهم اذا اثنيناتهم يسعدون وياي السيد المخرج الى كلام لانه انا حاسب حساب ما يصير يعني. انا بغيت اصعد اثنين ما رضوا قالوا اختار واحد السيد المخرج اذا يسمعني او انمار علي كل التوفيق لحسين حسام وعبد الله حسين تأهلتوا إن شاء الله ووراكم إن شاء الله مرحلة جدا صعبة اللي هي التصفيات إن شاء الله شكرا لكم باسم الإمام الحسين كل التوفيق لكم حرام أظلم أحد أنا وبيدي كل مصاعد حلوة وأدوا اثنين الله يحفظ كل التوفيق إن شاء الله مستمرين وياكم والآن نستمع للمواجهة الأخرى ضمن
فريق محمد الحلفي المتسابق مسلم علي جواد يتنافس مع المتسابق باقر الدخاني. لا تجبرنا يا شامي النوايي والله محتار. نعم نتخلك سبياتي وغرائي بلا رخصة من يسامحنا الكفن نتخلك سبياتي وغرايب لا تسأل علينا انت تعرفنا مني أميرات علي انصب عذاب البيت ليبجن على الهزيل ذني خوات حسين وانا مطور الابد ما شافت العين لا تسال ضعن كان كلني سوان اشتي تصور تجيك العيت اخوان بلا رخصة من النهر يسامحنا الكفن نتخلك سبياتي وغراي حسين 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 حسين. بارك الله فيك وليد بارك الله. يا الله يا الله هذه القصيدة إلى الروح إلي ذيت يمك مثل طير لقيت بابك الخير ولا تنفسي بغير نسيمك جيني تضايع بدنياي وريدك توقف وياي رديت تحسبني مولاي يتيمك يتيمك كنت ضايع بدنياي كنت ضايع بدنياي لقيت بابك الخير ولا تنفس الضير نسيمك نسيمك كنت ضايع بدنياي وريدك وريدك أنا والله أنا والله أنا ريدك مولاي جنو ضايع جنو ضايع جنو ضايع جنت بارك الله بدنيا بارك الله بيك بارك طيب الله انفاسكم الله يبارك فيك ما يكمك ماجورين ان شاء بارك الله بارك الله بارك الله الله لا يضيع تعبكم ان شاء الله وربي ان شاء الله يوفقكم لخدمه السيد ومولاي ابا عبد الله الامام الحسين. نعم يا شيخ ميثم التمار اداء باقر الدخاني ومسلم اداء باقر واداء مسلم الله يحفظهم اداء متقارب جدا نعم
اثنينهم يمتلكون تكنيك عالي بصوتهم. نعم. وجمال الإحساس وعمق التعبير عمق التعبير في اللحن. نعم. يعبرون عن الكلمات بشكل جيد جدا. ولكن من الممكن أن تكون هناك ميزة عند علي اللي هي ممكن مسلم. إدارة المسلم مسلم. مسلم إدارة المجلس بشكل أكبر يعني سنة. ممكن هكذا وإلا وهذه لا يعني لا تنقص شيئا من قيمة باقر. أحسنت. الله يحفظك. نعم علي. شيخنا أنا أول مرة أختلف معك، استحي أختلف والله. لا أبدا، بالعكس الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. الله يسلمك شيخنا. أنا ما يعني اللي قدموه الله يحفظهم مو في المستوى المطلوب، ويحتاج لهم إلى تطوير مهارات كثير جدا. الاثنين؟ الاثنين أعتقد. إيه لأن هم يعني عندهم جمال وأنت تشعر أنه هم يقدرون يقدمون أكثر، بس أنا أقول مو معنى هذا أنه اللي يقدموه قليل. نعم. أنا هيك يعني هكذا أشوف. أنا أشوف لازم يعني شيخنا أي يعطونهم فرصة في السنة الجاية يحتاج لهم. أنا أنصح أخوي محمد. إحنا. ملا محمد الحلفي نصيحة. نعم. إنه لا ينجح ولا واحد. نعم محمد الحلفي. يكرهوني. شهادة هاي. هاني عندي رسالة صغيرة لهم ما أرد أطيل عليهم. نعم. بس أنا راح أخيرهم خيارين. إيه. وأنا اثنيناتكم أحبكم. وحاب أصواتكم من البارحة من كنا نتكلم بالجروب يعني حاطكم بالبالي. أنا ما راح أختار من عندكم ولا واحد. بس أمام السادة المشاهدين وأمام الأخوة وأمام المتسابقين. أنتم تطلبوني عمل ندخل فيه سوا. قصيدة بعد ما نخلص من البرنامج إن شاء الله لكم عمل ألحاني وإن شاء الله يكتبه فاضل أو رفعت أو حسين وهذا هدية مني لكم لأصواتكم إن شاء الله. أما موضوع أما موضوع المسابقة فأنتم خارج المسابقة وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك يا محمد الحلفي وشكرا لكرمك. أعزائنا المشاهدين مسلم علي جواد وباقر الدخاني ما قدروا يقنعون بالأداء اللجنة، كذلك رئيس فريقهم محمد الحلفي. نتمنى لهم كل التوفيق، لكن وعدهم بإنشاء فيديو كليب. أنا صادق بوعدي بمشاركة محمد الحلفي إن شاء الله. مستمرين وياكم أعزائنا المشاهدين، والآن نستمع للمواجهة الأخرى. سجاد الصائغ يتنافس مع المتسابق يحيى علي. أمي كلش صافية، أمي هي العافية، من تغمضي عيونها أنا موت بدونها، من تغمض عيونها أنا موت بدونها، أمي كلش صافية، أمي كلش صافية، أم طيبة وتحلف الناس ببختها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أم طيبة وتحلف الناس ببختها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أم كم مرة بحياتي تعبتها صوت عليت عليها وزعلتها، تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقلي روحي مسامحة وهاي لجلك، يومها ليسمونها أنا موتي بدونها، أمها لا يسمونها
اموت بدونها امك ليش صافية. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس أوقف عليها. يا الله يا الله عطروا فوقكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيد الرباب تخاطب عبد الله الرضيع عليهم السلام. جيت وجبت قماطك يا ابني وياي ناشغ ما ناغتك صار هوا جرح امك اكبر من جرح الماء دلالي خلافك شي برد قلب المشتاق صندوق هدي ماتك من انباك ثوب الفرق ابو حضن امك ما لاك يا غالي يا غالي بالي يمك منين اشمك خاف ليجمك وانت كلك من جرح يا عيدي ما ضديدي يا وحيدي بيك شمسا والجرح بيك شمسا والجرح من نهيز مهدك أحن واذكر دلالي تعب روحي وسهر كل ذيك الليالي الغالي مني روحي الجم قلب غالي غالي مني روحي الجم قلب غالي نحرك مالت شم مو مال سهام وريت بمهدك مو بالغبرة تنام تنحب روحي فقدك ما تلام ليالي ضميتك عن عيني وعين الناس وجهك مصحف تنشال وتنام باس وعيونك جنها عيون العباس يا غالي يا غالي. طيب الله انفاسكم موفقين ان شاء الله. عزيزنا الغالي الطيب الملة اصعد كل التوفيق لكم أصوات رائعة وجميلة الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا نعتذر منكم إحنا يقول ها كل التوفيق إن شاء الله. العزيز والغال إن شاء الله عزيزين وغالين علينا والله يساعد قلب محمد. أرجع وأقول نعم ملا علي أكو ملاحظة. أنا سجاد أحبه سجاد هو صاحب شخصية جميلة وابتسامة حلوة كله اتحرش فيه في الكواليس بس هو يسامحني خو يدري ان اتشاقه وياه يعني بالعراق احنا بالكويت تعلمت اتشاقه وياه تعلمت اتشاقه وياه ايش تقولون بالكويتي احنا نقول بالكويتي ادغشمر ادغشمر اي بس هني اخاف يفهمونها شيء ثاني صحيح لان مره قلت حق واحد ادغشمر زعل قلت ايش مع بالا ده يقول لك قشمر اي اي المهم دير بالك ادغشمر دير بالك اي اي شباب
أمزح 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 تمشي ما يخالف. نعم. الصراحة سجاد يا حبيبي أنا أحبك وايد بس مستوى الأداء نزل مو مثل ما ذيك المرة. نعم. عندك مخرج الصوت شوية من الخشم، الصعود غير متناسق مع الصوت الهابط اللي قاعد تسويه. هذه المشكلة. يحيى الطيب الخلوق نفس المشكلة، هم أداء مثل شوية تعبان شيخنا والله. ليش توك يا الصوت اللي الأصوات اللي تتعب بسرعة يعني. هذا هذا شيء سلبي مو إيجابي لازم ما تقوله. هذا واقع شيخنا. نعم. بس هم مو بالمستوى. القفلة اللي قفلتها بعد كانت يعني خلينا نقول غير جيدة. بس هم أصوات الصراحة. نعم. أصوات جميلة وتستحق أنها تفوز. شكرا لك. نعم. نعم شيخ ميثم التمار. الله يحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. في الحقيقة سجاد. نعم. واللي مثل صوت سجاد اللي يمتلكون الطبقات العالية لأن هو سمعنا صوته بجزء من اللحن في الطبقة عالية. لحن القراء يسمونه لحن بعض الأخوة يسمونه لحن تصاعدي، يعني من منطقة القرار الوسط الجواب أو مرات من منطقة الوسط إلى منطقة الجواب. فأقول له أنت عليك أن تستغل في المجلس اقرأ القصائد بأقوى صوت تتمكن منه حتى تشد المجلس، حتى تظهر كامل طاقتك الصوتية وجمال صوتك بالمناطق العالية. واضح؟ أما هذا اللي تقرأ بالقرار بعدين تقرأ جواب أنت يعني راح تقتل المجلس بالبرود يعني. فأتمنى عليك أن تختار الألحان هذه اللي دائما هي تبين رونق وجمال صوتك يا حبيبي. حسنت. وشفت أكثر من قارئ خطية يعني دائما يبقى لازم المايك ولازم هذا ويوصل لله يقلب الورقة. يعني تش دعوة عليكم هو مستهل وبيت تكتبوا بورقة واحدة حتى ما تضطرون تقلبون الورقة. زين هاي واحدة. حبيبي يحيى يحيى أداء مجلس. نعم. جميل. احنا شوف عندنا رادود مجلس وعندنا رادود استوديو وعندنا رادود مجلس واستوديو. صح. فأقدر أقول يحيى رادود مجلس وأقدر أقول سجاد رادود مجلس واستوديو وشكرا. أحسنت. نعم محمد الحلف القرار لك يا حبيبي. الله يسلمك حلو. يعني والله ما أعرف. صبحكم الله بالخير أبو فضل. الله بالخير. لأن هسه الساعة بالوحدة ونص وخمسة خاف الناس ما تدري. نعم. الساعة واحدة ونص وخمسة صباحا وإحنا نصلي. صراحة ما أرد أطيل. يحيى اختياره كان اختيار طبيعي. الملا علي يحكي وياك. حبيبي لاف. تكفى لا تخسر أحد. شلون بالله لا تخسر أحد شلون بالله. اثنينات من أصوات جميلة يحتاجون فرصة. موسى مساء ما قبلت أنا فوز اثنين. لا بس هذيلي غير. والله. خلينا نشوف وش قراره. خلي براحته بعد هو الامر له. نعم القرار يعني هو اول تالي انا اذا صعدتهم اثنين اكيد بالحلقه السابقه راح اطلع يعني يردون مني شقد اثنين الحلقه القادمه الحلقه القادمه يردون ثلاثه اول تالي هم راح وهم اختاروك بعد هم يتحملون نتيجه اختيارهم نتيجه اختيارهم ولكن ولكن ولكن, ولكن اكراما وضدك انا اكراما لعلي مهدي الله يسلمك واكراما الى يحيى اي نعم ان شاء الله بالمرتبه الاولى يصعد بالفريق سجاد اها اي والله يستاهل ايه. والله يستاهل المرتبه الاولى سجاد عافيه يحيى ويحيى يصعد على مسؤوليتي الخاصه موفق ان شاء الله نعم شكرا جزيلا اي قول قول عفو انا نعم. طبعا الله شاهد يا استاذ محمد ايه. انا مو اريد انه تصعدوني يعني مجامله لا لا اي الله شاهد امام لا المشاهدين لا انت وانا اخذت اراء الاساتذه يلا حكم الله يحفظكم ان شاء الله انت تمتلك صوت واديت اداء بهذه المرحله وبهذه الحلقه والجمهور شاهد مالك ترادود مجلس ما دميناكم نعم نعم كل التوفيق لكم ان شاء الله واكيد انتم خدمه للامام الحسين واحنا خدامكم وإن شاء الله راح نشوفكم بالمرحلة القادمة أفضل إن شاء الله شكرا جزيلا لكم نعم شكرا جزيلا إذن اتأهل ويانا المتسابق سجاد الصائغ ويحيى علي ضمن فريق محمد الحلفي المواجهة الأخرى هي للمتسابق وليد الكناني ينافس المتسابق على عبد الإله لسان حال الإمام الحسين سلام الله عليه وصف الشاعر وكأنه واقف على باب الخيمة سلام الله يعني وينتظر ويراقب
ولده علي الأكبر سلام الله عليه. سلام الله عليه. قل يا ليم دوهي النبي الحار يا ليم دوهي النبي الحار أسولف بيك وافتاير يا ليم دوهن بالحاير أسولف بيك وافتاير شوية وصاحة واركض الحق بنامك وعد ظهرك وشيل علامتنا أمامك يا ليم دوهن بالحياة علي لما ينطض اعتقبالي ويمشي ثلاث مرات عينك عثرتني ثلاث مرات عينك عثرتني سألتك بالعيون وإن ترى شوف جاوبتني آخر مرة رشوفك جاوبتني على كفي طحيت وعيونك تشوف شبكتك وانت دقيتي علمتني واحترنا بالحال يا ويهد الأوائل تهددي وأجرك من تهدني وحطنشي الما بإذنك دهنتني دهنتني يليم دوهن بالحياة بارك الله بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرات يخاطب أبو الفضل العباسي قائلا أي لا أدري من الذي يدعونه سر الحياة أنا
أم ترى أنت الفرات؟ لا أدري من الذي يدعونه سر الحياة. أم ترى أنت الفرات؟ يا سيد الماء الذي يجري النهر سيد الماء الذي يجري الله 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 النهر يروى من النهر لا أدري لا شفتك نار صاعد مر يا الجنة كيل ماي يا الجنة كيل ماي وجروفي حقها تشتبه شبهي هواي نتشبهي هواي خذني أسيرا سيدي وارجع إلى عليهما السلام يا مواجي كربلاء قد امطرت سهام خوفي على النحر الذي لم يبلغ طيب الله انفاسكم الله يوفقكم ان شاء الله على محمد اللهم صل على محمد وال محمد وليد الكناني وعلى عبد الله كل التوفيق لكم بحق الامام الحسين ان شاء الله اصوات رائعه وجميله القرار اكيد بالاخير لمحمد الحلفي ناخذ لجنه التحكيم نعم مولى علي ملاحظاتك اهلا وسهلا مولى علي زوره الصراحه الإمكانيات المفروض موجودة بس الاستعراض والما مرادود لا الأول ولا الثاني
ما حتى لو مو سالفة مرادود ما أدري وين أصنفه في أي خانة. أنا صراحة زعلت وايد زعلت لأن أصوات جميلة قاعد تأدي بشكل ما أدري هو عشان مسابقة ولا استعراض يعني ما درج بس الأخ علي هي روح التنافس موجودة ما يخاف مو كذي أبدًا هذا ما في تنافس يعني الحين أي واحد ربع إمكانيتك يأدي الحين يوقف يأدي شحلاته مثل أبو الحسن علي البتشانة مثل أبو الحسن علي البتشانة مو صدق هي الدرجة رايح عالي أدري عالي العالي يعني إمكانية صح صعدوا اليد صغير اسمه أبو الحسن علي شفتوه روح ما بشكل بسيط جدا بتش القاعة كلها اللي قرع الأم مو اللي بتش مهندس الصوت بذيك الحلقة بتش علي بتشانة أبو فضة قال لا أنا ما بتش أصلا وهذا الغاية من القراءة أنه واحد مني يقرأ واحد أمامه شي يصير يكون يتأثر فشنو تتهامل دموعه ويبكي نعم ولا علي ما في روح ما في يعني حسن اختيار وتوجيه أنت قاعد تقرأ حق ناس ميخ. احسب حساب الناس اللي بتتاثر مو بس بطلع امكانيته اللي عقب باكر بالنسبه حق علي عبد الاله امكانيه وصوت جيد اللي قدمه ما كان جيد نهائيا غير متمكن من القصيده في 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 بعض الاماكن واضح انه هو غير متمكن يدز في بدايه الجمله يدز صوته ظهر مهر يطلع اخر شيء القفلات ضعيفه بالنسبة حق وليد درجة غير جيدة اللي مختارها لأنه هو صوته ضعيف بالدرجات النازلة البدايات كانت جدا مو متمكن منها أحسنت. ممكن في الركوز أو الرجوع كان أحسن شوية نعم ملاتي بس لا تنسى يعني الوقت كل ضيق لاختارنا بيه القصايد الله يشهد نعم كل علي أنا أسمو اللي علي سوالكم نعم لا والله لان حرام اكيد رايك اكيد رايك لا اكيد هو 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 زعلان لمصلحتكم لا انا شوف انا ما يعني في ناس ممكن انزل منكم بدرجات ولا كلامك بالخير الله يشهد بس هذا مو تصرف هذا مو تصرف اني والله العظيم شوف انا البارحه رايح للبصره واليوم رجعت ما لها علاقه لا لا ملاتي والله والبصره ما لها علاقه والله وقت يعني كلش قصير يعني مثل ما قال مثل ما قال محمد الحلفي قبل كم حلقه ضحكني قال للمتسابق قال له كنت بالبصره قال له انت بالطريق 5 ساعات لو حافظها بالسياره ستة هم كان حفظته هسه هذا مو كلامنا انتم اصوات جميله لا يختلف عليها اثنان اي احنا لكن الاداء انا يعني ارجو رجاء نعم. ان هذا الشيء يعني يجب ان يعاقب يعني ما يصير فيه يطوفون بسهوله يجب ان نعاقبهم حتى هذا ما يتكرر انت هذا الحكي صلى الله محمد اسمعني انا محضر خير انت لو كانوا فريقك اثنيناتهم تفوزهم نعم الشيخ ميثم انا محضر جمله بصراحه نعم. هو مثل يقال وهي حكمه وكلمه تقول كل شيء زاد عن حده انقلب ضده فالتفنن والتصرف والأداء إذا يزيد عن حده بعد يصير يعني مثل واحد جوعان يحب الشوكولاتة تطي قطعة شوكولاتة يأكلها يستلذ بيها بس من تطي صندوق بعد يحبها وراء 4 5 6 بعد يقوم ما يحبها أنتم الأشياء أنتم أصوات جبارة أصوات جميلة تكنيك عالي جدا إحساسهم عالي فالمفروض شو تسوون تطونه مثل الملح على الأكل بالضبط هذا الملح إذا تزيد يصير الأكل ما ينوكل بعد وإذا تقلله يصير الأكل ماسخ هم ما ينوكل صحيح ولا لا فأنتم لازم يصيرون أذكياء بالأداء وتنطون هذا الملح شوية شوية عندكم خزينة ما شاء الله إبداعية أدائية ما شاء لا تخلصوها بشطر وبشطرين وبأبذية وبقصيدة خليها التذا خلي الناس تشتاق لك شو وقت تطلع هاي فدوى روح الأصواتكم والوقفتكم والأداءكم أصوات جميلة وجبارة وأداء خيالي أسأل من الله أن يوفقكم أحسن شيخنا العزيز والله مشتاق لك هذا المثال ان شلون الامكانات تصير في وضعيه عشيدة. لا يحسد عليها سيئة نعم نعم محمد الحلفي باختصار السيد المفروض انا هسه فرقكم وايد ساعدتكم ترى اي نعم شو ماكو
بعد عايل وياك اني انت ما سمعتك ترى انا ما سمعتك انت شخص انا عايل وياك عمي لا لا عبالي شنو قال نعم محمد لا مو يمك الحكي لا على سيد السعيد يحكي انا دار ارجع للموضوع الموضوع قراءتهم هم اثنيناتهم مبدعين اي نعم اثنيناتهم صوتيا ماكو قياس بين صوت علي وليد وعلي يعني علي له لون خاص صحيح والصراحة احنا بال بعالم الانشاد او عالم الردة ما عندنا صوت مثل صوت علاوي بهاي الطبقات والاشياء اللي يسويها ووليد كذلك وليد رادود مبدع نعم واكون بخدمته انا بالايام القادمة ولكن انا اختار علي ما شاء الله اذن علي عبد الاله اتأهل ويانا ضمن فريق محمد الحلفي كل التوفيق لكم إن شاء الله موفقين ونتمنى لكم عذرونا السجار. من الكلام أخاف قسينا عليكم أنتم أولادنا ترى شكرا جزيلا فدوا العمركم أصوات كبيرة ورائعة لكن سياق المسابقة يجب أن يأخذ مجرى متسابق واحد أحسنت المواجهة الأخيرة ايه؟ خلال هذه الحلقة ضمن فريق محمد الحلفي محمد منذر ينافس المتسابق رسول المحمداوي صاحت الدمعة على خدي الله طالت الغيبة يا مهدي حالي حال الواقف ورجله على نار وانا يا المهدي شهيد انتظار يا مهدي يا مهدي نعم اموت ايش ما يجيني اللي ويصير يفراش تابوتي ويشيعني جريح فرقاك وفي الزين من حلي موتي واقعد كي الفجر مخنوق ملايامي يحمق ربي بصوتي الليلة عيد نجم السماء وقرأ لك الندبة بضمة عطشان لك يا سيدي ارحمني يا ابن فاطمة ارحمني يا ابن فاطمة جامعي السهل نشتت عنك وسالت دمعته جاوباني عليك لكن بانكسار وانا يا المهدي شهيد الانتظار يا مهدي بارك الله يا مهدي بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله فيك بارك الله فيك وليد طيب الله انفاس الله يسلمك لا تطفي المايك خليه مفتوح اللجنة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام المتسابق السلام. محمد منذر الزينبي من محافظة البصرة أهلا وسهلا حياك الله وليد سؤال وين طير حجاب يا داري ابو فضيل بشر لو نهر يجري سؤال وين طير حجاب يا داري ابو فضيل بشر لو نهر يجري العطاش تصيح نريد الماي ويجي العطاش
عباس عذب رواي عذب رواي عذب رواي عذب رواي عذب رواي أطرح سؤالي واترك خيالي دور الجواب مثل العطاشة صبري تلاشى وإحساس ذاب أطرح سؤالي واترك خيالي يدور الجواب مثل العطاشة صبري تلاشى وإحساسي ذاب ليش الطفيل وقت الظما تحكي لأمه وتقل عباس احتنو تذكر لإسمه ليش الطفيل وقت الظما تحكي لأمه وتقل عباس احتنو تذكر لإسمه هو بشر لولا نهر وجروف رسمه وجروف رسمه العطاش بكربلا كلها تريده وعطشهم ينتهي لو لزمه بيده أعلى هذا الحال صفنت هواي ويجي العباس عذيب رواي طيب الله انفاسكم ليش؟ الله يوفقكم سيدك خش قفلت قفلت والله جمال يعني أداء رائع تكفى من له والله أداء رائع تقص عليهم ولا شنو؟ قلت تقص عليهم والله أداء رائع أداء جميل أداء شو السالفة محمد بينك ما بين الله اثنيناتهم وأداء حلو رائع طبعا ليش؟ أنت رحت حق واحد ما وصلوا لهذه المرحلة إذا ما كان أداهم رائع يا شيخي القصيدة اللي قراها وليدنا الله يحفظه محمد منذر الزينبي هذه القصيدة اللي قراها اللي هي الأبيات مالتها بالحجاز كار نعم. الحجاز كار صعب أداء بصراحة وخاصة من تأدي أنت من المناطق العالية ومن ثم تنخفض صح يعني ترجع اي ترجع للطبقة الوسطى يحتاج لها ذكاء واضح فهو لم يكن موفقا بذلك وإلا هو يعني صوت جميل و إحساس جميل وتعبير نعم. جميل نعم. أما وليدنا رسول المحمداوي صوت بسم الله ما شاء الله يعني يمتلك خامة صوت عريضة جدا يعني صوت من القوة والمدى والسعة نعم ما يجذب لك الانتباه حتى ولو قرأ في المناطق المنخفضة صح وهذا يحسب له أحسنت شيخنا نعم. ملاحظات جدا قيمة الله يحفظ نعم محمد الحلف القرار إلك بالتأكيد والله أنا ما أعرف أنا مقرر القرار ولكن شيخ ميثم ما رضى عليه ها أي والله نقدر نسمع القرار القرار إنه أبعدهم اثنينهم لا أنا موافق إذا تبعتهم اثنينهم والله عين العقل أنت ما شاء الله اليوم فريق محمد الحلفي لازمة ما توصى قلها ما توصى ها والله أنت ما توصى لا إذا ما تختارهم اثنينهم إذا ما تختارهم اثنينهم ف يعني أنا أشوف من الممكن أن يكون رسول مرشح أكثر لأن كان بأداء بهسة كان شوية يعني اختياره أفضل بس هم محمد منذر كان الحلفي يعني القرار إلك بالنهاية لأن أنت محمد منذر كان حلو بالجواب محمد بس بالجواب شيخنا حلو تسامع القصيدة الرئيسية ورسول بس بالمستهل كان حلو أي نعم بالنصوص ما حلو هذه الاختيارات فأني قرار إلك أتمنى لهم التوفيق اثنينهم
واحنا متفقين، كنت حكيت وياهم انا البارحه بالجروب، قلت لهم اي استشاره اي شيء من عندي بخصوص قصيده بخصوص لحن بخصوص استوديو نعم انا جاهز، ولكن ان شاء الله ولكن إذن ولكن إذن اسمع أعتذر اسمع ولكن ولكن اعتذر من شو اعتذر من شيخ ميثم طبعا على راس ورسول يصعد جاي بالفريق ما شاء الله موفق نعم ان شاء الله. إذن رسول محمد داوود اهل ويانا ضمن فريق محمد الحلفي ومحمد منذر. محمد اعذرنا ابو جاسم، نقول له ان شاء الله حبيبي كل التوفيق لك ابن ولايك ان شاء الله، لوقفتك شكرا لادائك. خلاص محمد منذر يتاهل، محمد ورسول اثنين يتاهلون للحلقه الجايه. ها ما شاء الله كل التوفيق ان شاء الله، هذا اللي نريده. اعزائنا المشاهدين محمد منذر ورسول محمد داوود تاهلوا لمرحله التصفيات ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم كل التوفيق. طبعا استاذ من هذا البرنامج أريد أشكر بس اثنين شخصين اللي هم ساعدوني. الأستاذ ميثم، الأستاذ العفو ثامر الوندي اللي هو مدرسي. ما شاء الله يحفظه. والمدرس أستاذ سيد هاشم النوري. الله يحفظهم. الله يحفظهم أساتذتنا وتاج على راسنا. وأساتذتي والله يحفظهم. أساتذتنا وتاج على راسنا. نتشرف فيهم وشكرا لهم والله يحفظهم. سلمنا عليهم هواي محمد. سلامنا كثيرا إلهم. كثيرا. أهلا ومرحبا. كثيرا سلمنا على أستاذ ثامر وعلى الأخ السيد. أحسنت. نعم أعزائنا المشاهدين محمد منذر ورسول محمد داوي كانوا مسك ختام هذه الحلقة ضمن فريق محمد الحلفي وتأهلوا إن شاء الله لمرحلة التصفيات. باسم الإمام الحسين أشكركم أعزائنا المشاهدين لكرم المتابعة، كذلك أشكر اللجنة اللي حاضرة ويانا، شكرا للملا علي مهدي الله يسلمك يا حبيبي، شكرا للشيخ القارئ ميثم التمار يحفظك الله، شكرا لمحمد الحلفي، كذلك شكرا لكادر برنامج منشد العراق لا أستثني أحدا منهم الله يحفظهم إن شاء الله. انتظرونا غدا بحلقة جديدة من برنامج منشد العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحون على النبي خير.